إذن مستمعينا متواصلين معكم بفقرات محطة 24، وصلنا لفقرة يعطيك الصحة. بسعدنا نرحب عبر الخط الهاتفي بالدكتور حسين السلوادي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير لكم وللجميع، وآمل أن تعم الفائدة الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. يعني دكتور، هناك أفكار سائدة حول علاقة تساقط شعر المرأة أو الرجل حتى وتأثره بفصول السنة، يعني هل هذه الأفكار صحيحة؟ الأفكار صحيحة 100%، لأنه أسباب تساقط الشعر متعددة وحسب الأعمار وحسب الأمراض، أي أن هناك عدة أسباب لتساقط الشعر، أي أن تساقط الشعر هو ظاهرة. نعم. وليس مرض، هي ظاهرة متلازمة لعدة أمراض، ومنها التغير في فصول السنة الأربعة. نعم، ما السبب يعني وراء ذلك دكتور؟ يعني الدارج أن في شهر الخريف أو في فصل الخريف عفوا، وفي شهر تشرين أول بالذات، يعني النساء تلاحظ أنه يسقط الشعر بشكل أكبر، يعني هل هناك أسباب تتعلق فقط بالبيئة المحيطة أم هنا أن هناك أسباب بيولوجية؟ لا شك أن البيئة المحيطة هي العامل الأساسي، مؤثرة طيلة فصل الصيف الحار على ضغط على أنسجة الجسم وعلى البيولوجي للجسم، مما يؤدي طيلة هذا الإرهاق أو هذا التأثر الجسدي للمؤثرات الخارجية طيلة فصل الصيف. لا شك أنها عملية تراكمية. نعم. تؤدي في النهاية إلى إنهاك البصيلة وزيادة نسبة تساقطها. وهل يمكن، يعني هل هناك أي طريقة يمكن أن نخفف من تساقط الشعر أو إيقافه تماما؟ لا شك بأنه القانون نفسه لجميع أنواع تساقط الشعر خاصة في هذه الحالة. نعم. يعطى المريض بعض المكويات الخاصة ببصيلة الشعر عن طريق الفم. نعم. وبعض الشامبوات المعروف عنها أنها تحسن وضع الشعر، بالإضافة إلى بخاخ، أي الدواء بشكل بخاخ يعمل به مساج لمدة 2 إلى 3 دقائق، خاصة مقدمة ووسط فروة الرأس. هذه العوامل الثلاث، الشامبو والدواء الذي بشكل زيتي يعمل به مساج، و الحبوب المكوية لبصيلات الشعر والتي تحتوي على المواد المهمة. نعم. لتساقط الشعر بدون زيادة الشهية عند هذا الشخص حتى لا يزيد وزنه. نعم. إذن يعني دكتور، هل الحاجة تكون لجميع الناس بنفس القدر أم أن هناك تفاوت من شخص إلى آخر؟ لا شك بأنه طبيب الأمراض الجلدية والتناسلية التي تعرض عليه الحالة هو الأقدر على تقييم وضع هذا المريض، خاصة بالنسبة لعمره لسنه، وهل الرجل هل هو ذكر أم أنثى. نعم. أم الأنثى هل هي طفلة أم حامل أم عزباء. نعم. يعني إذن دكتور، يعني هل هناك أمور علينا أن نحذر منها، من مثلا سلوكيات معينة من طريقة العناية بالشعر يمكن أيضا أن تؤثر على زيادة تساقط الشعر في فصل الخريف؟ لا شك هذا شيء 100%، ولكن كثرة استعمال الخضار والفواكه والتقليل. نعم. من المواد السكاكر والدهون التي تشبع الشخص، التي تقلل شهيته. نعم. السكاكر والدهون وتمنعه من تناول الغذاء الصحي المتوازن. لا شك أنه طريقة الأكل ونوعية الأكل تلعب دور إيجابي أو سلبي في هذه الظاهرة أيضا. نعم. يعني بعيدا عن التغذية قليلا دكتور، يعني هل يمكن للمجفف الكهربائي أو السشوار أو أي أنواع أدوات التجميل الأخرى الخاصة بالشعر أن تؤثر أيضا على كمية تساقط الشعر؟ لا شك أنه السشوار يؤثر على هير سبليتنج، يؤثر على جفاف
الشعر وتقصفه نعم سشوار. أما الصبغات وخاصة صبغات الشعر التي تؤثر على جلدة الرأس وتؤدي إلى حساسية، فلا شك بأن لها دور سلبي، أي أنها تؤدي إلى تساقط ملحوظ في بصيلات الشعر إذا عملت حساسية أو إذا تكرر استعمالها يعني بفترات قصيرة على مدى طويل، فإن الصبغات تؤدي إلى تساقط الشعر خاصة إذا عملت حساسية. نعم، ماذا عن الفرشاة أو مشط الشعر دكتور؟ يعني هل يمكن أن يكون لها أيضا تأثير على كمية تساقط الشعر؟ الفرشاة؟ نعم. لا، الفرشاة إذا كانت بذكاء وناعمة وليس فيها شد. نعم. أما إذا كانت خشنة وبشكل متلوي وسحبة الشعر، أي أن هناك صار في سحب نعم. للشعر، فلا بشكل عنيف وخشن وقوي، فلا شك أنها تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر. يعني دكتور ختاما، ماذا عن الوصفات المنزلية من استخدامات يعني الزيت، زيت الزيتون مثلا أو البيض والعسل وهذه الخلطات المنزلية، يعني هل يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العناية بالشعر في فصل الخريف؟ لا شك إنه الزيوت، وأكرر وأركز على الزيوت نعم. النباتية التي لها ومعروف عنها بتكوي الشعر، شريطة شيئين. نعم. الشيء الأول أن يكون على العبوة تاريخ انتهاء، نعم. أي أن المادة لا تزال فعالة، أي أن الزيت جديد حديث القطف وليس قديم وقد انتهى مفعوله. هذا واحد. اثنين، يجب المساج لمقدمة ووسط فروة الرأس، أي أن الزيوت على فروة رأس نظيفة وناشفة، ومساج لمدة دقيقتين إلى ثلاث. هذه الزيوت المعروف عنها بأنها بتقوي الشعر لا شك أنها مفيدة. بعد كل استحمام بنص ساعة حينما تكون فروة الرأس نظيفة، المسامات مفتوحة نعم. وناشفة لكي تمتص جلدة الرأس الزيت المستعمل. وهل نحتاج إلى استشارة طبية دكتور لاستخدام هذه الوصفات المنزلية؟ لا شك، لأنه إذا كان الشعر طبيعي نعم. وليس بحاجة إلى تقوية، فلا داعي إلى استعمال الزيوت المعروفة نعم. بشكل متواصل، طالما أن بصيلة الشعر ليست بحاجة لها. يعني بالتأكيد دكتور نشكرك على هذه المعلومات. هل هناك أي نصيحة أخيرة تود أن توجهها للمستمعين والمستمعات حول العناية بالشعر في فصل الخريف؟